إذن معنا مشاهدينا الكرام خبير التسوق الإلكتروني نزيه مكوار. حياك الله نزيه. حياك الله لين. كيف حالك؟ بس خير الحمد لله. طيب نزيه، حوارنا اليوم عن مجالك وتخصصك وخبرتك اللي يخص التسوق الإلكتروني. فيدنا بأهم نقطة، هل تنصح بالتسوق الإلكتروني مبدئيا؟ يس 100% أنصح بالتسوق الإلكتروني 100%، لأنه أفضل من التسوق الواقعي. خلينا نقول بنسبة مرة كبيرة. الخيارات عندك أوسع، تقدر تاخذ وقتك في أنك أنت تشتري المنتج، تقدر كمان تعمل سيرش مرة موسع وما عندك وقت محدد بالشراء. عكس خلينا نقول التسوق الواقعي، المنتج قدامك حتشتري وحتمشي، خلاص هو قدامك، ما تقدر تشوف خيارات تانية أو ممكن تكسل أنك تروح من محل التاني. على عكس الانترنت أو على عكس التسوق الإلكتروني، على الانترنت عندك الخيارات مرة كتير، تقدر تسوي سيرش مرة كتير، تقدر تدخل حتى في تفاصيل تجارب ناس اشتروه قبل كده وبعدها تقرر يا تشتري يا ما تشتري أو تروح لشيء أفضل. يعني أنا أشوف أنه أهم ميزة في التسوق الإلكتروني هي تعليقات الناس على نفس المنتج عند الشراء. أتفق 100%. أنا من الناس مثلا اللي ما أشتري إذا ما لقيت تعليقات ناس، وأحدد حتى بعض الأحيان أحدد شرائي للمنتج أو لا عن طريق تعليقات الناس. طيب نزيه، إيش هي الأمور اللي ينبغي أعرفها لكي أتمكن من الشراء عبر الإنترنت بأمان؟ كيف تأمن المواقع أو إيش النصائح اللي تقدر تقدم لنا هي إنه يكون هذا الموقع آمن وأقدر أشتري من خلاله؟ طيب خلينا نقلب الموضوع بالعكس. إذا لقيت عرض ومرة شدك وحسيت السعر رخيص، هنا انتبه. خلينا نقول إنه هنا أكيد في حاجة مو مضبوطة أو أكيد في حاجة حتظهر بعدين أو لاحقاً. عشان كده أول نصيحة والنصيحة الأهم إنك تقرأ تفاصيل قدر الإمكان. بالإضافة بشكل عام في السعودية أي موقع لازم يكون موثق عند وزارة التجارة، فعندك أكثر من طريقة أنك تعرف إنه هذا الموقع تمام ولا لا، ما عدا المواقع اللي لها في الواقع أو في الحقيقة لها متاجر رسمية، خلاص هذه ما يحتاج أنك أنت تتأكد أو شيء. بس الأشياء الثانية اللي هي زي الموزعين أو الوكلة يبغى لك تشوف أشياء من ضمنها، هل حساباتهم في السوشيال ميديا فعالة، هل في رد أخذ وعطى في الكلام، هل لهم مصدر، هل لهم أساس. امشي وراء الأشياء هذه لين توصل لأنك تعرف مثلاً السجل التجاري، وكلها الأمور هذه سهل جداً أنك تعمل عليها سيرش في المواقع الحكومية التابعة لأي جهة، سواء كنا في السعودية، في الإمارات، في أي دولة، في مصدر أو في مكان تقدر تتأكد من الثقة حقت هذا الموقع. وفي مواقع كمان تساعدك، بتكون مبنية على الذكاء الاصطناعي غالباً، إنه إيش هي أكثر السلبيات اللي بتيجي على هذا الموقع. مثلاً يعطيك نسبة أمان من 7/10 وما فوق، كده ممكن تطمن أكثر. بعدين تلاقي النسبة 1 على طول أبعد. أمور زي هذه هي اللي تخليك تطمن أنك أنت تشتري. طيب بالنسبة للناس اللي بتبيع مثلا في حسابات الانستغرام وهذه، في بعضهم حاطين اللي هو خدمة معروف المجانية اللي عن طريق وزارة التجارة، بس في ناس فعليا شغالين وفي ناس اتنصب عليهم كثير بيحولوا فلوس، إيش ممكن تعطينا نصيحة لهذه الناس؟ طيب الأشياء اللي مو موجودة في معروف أو ما هم سجل في معروف، الغلط إن إحنا نشتري منها، لأنه أصلاً طلع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة وقال إذا ما كان موجود فيها معروف وما رحت تتأكد بنفسك، يعني مو بس تشوف اللوجو وتقول خلاص أوكي هذا معروف، لا تروح تتأكد، في رقم لكل متجر في اسم، تروح وتتأكد وتشوف إذا كان موجود، ساعتها أنت تقدر تطمن إنك تشتري. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تشوف أصلاً بضاعته هل يتناسب احتياجاتك ولا لا، تشوف إذا هي مناسبة للشرح، مناسبة للصورة. وانا افضل دائما انه يصير في تواصل بينك وبين البائع. وبالنسبه للناس، يعني انا ضد انه الناس ما تكون حاطه الاسعار بشكل رسمي. الاسلوب اللي هو للاسعار راجعني على الخاص غير مجدي، يقلل نسبه الشراء حتى للتاجر. يعني نصيحه للتاجر، حط السعر، خليني اعرف السعر، بس لا تخبيه، لا تخليني اعمل خطوات كثير الين اشتري منك. صح، انا واحد من الناس لو شفت اي منتج ما عليه سعر لا اروح خاص ولا شيء، خلاص اكنسل تماما الفكرة. حتى لو كنت ابغى المنتج انا حبعد، ما ابغى، اعطيني المعلومات كامله عشان ترغبني في الشراء، بس لسه حارسل لك ولسه حترد علي لما تشوف الرساله. في ذا الوقت يعني التاجر، انا بوجه رساله للتاجر، انت هربتني منك، انا حشوف احد ثاني يجيب لي هي بسرعه او يرد علي بشكل اسرع. ومن هنا ممكن نقول يعني لو انت تاجر تقدر بكل سهولة بخطوات جدا بسيطة وبشكل مجاني من موقع وزارة التجارة انك تسجل في معروف، فاتبع الخطوات وبإذن الله امورك تكون في السليم. طيب نزيه، كيف اعرف المواقع الصحيحة والرسمية والآمنة؟ تمام. اي موقع بيبيع، خلينا نتكلم على داخل السعودية، داخل السعودية لازم يكون لي مرجع. مرجع مين؟ وزارة التجارة. لازم يكون فيه في الاخير يا اما معروف يا اما سجل تجاري، ولازم يكون ظاهر وظيفتك قبل ما تشتري من هذا الموقع، قبل ما تشوف شكله. أغلب المواقع الغير رسمية بيكون شكلها جداً حلو عشان بتغريك أو بتخليك ما تشوف إنه هي رسمية أو لا، وبيصير فيها مشاكل كثير. تروح تشوف السجل التجاري قائم ولا غير قائم. في بعض الأحيان يكون موقع شغال لكن سجله التجاري غير قائم،
كده تماما ما تشتري او غير مجدد او مثلا في عليه علامه استفهام كده، انت حط في بالك انه ممكن لما تيجي تشتري فلوسك ما ترجع، لو اخذت المنتج ما حتقدر ترجعه لو طلع فيه اي عيب، وانتبه تماما انه يكون في ضمان. لو كل واحد راجع ولو بشكل بسيط بنسبه 10% بعض الاشياء اللي بيحطوها حسابات الرسميه حقت وزاره التجاره، حيكون مستهلك او حيكون شخص يشتري من الانترنت واعي جدا. طيب نزيف، اعرف ناس كثير تقول لك والله انا ما اشتري من الانترنت، انا انزل المحل اخذ ادي له الفلوس اخذ المنتج وامشي. ففي ناس متخوفه كثير من الانترنت، اعطيهم كلمه. تمام، اللي خايف من الانترنت او خايف من الشراء عن طريق الانترنت، انا دائما اقول النسبه الاكبر بتكون السبب فيه هو مو في الموقع. لسبب، هم بعض الناس يحبوا انه يشتروا بشكل مباشر، ما يحب يقرا تفاصيل، ما يحب يتابع، ما يحب يشوف او يعمل سيرش على المنتج. في متعه في انك انت لما تبغى تشتري اي حاجه حتى لو كانت جدا بسيطه، حتى لو نظاره، خاتم، ساعه، تعمل عليها سيرش، النت مفتوح عندك انك تعمل سيرش لين توصل لي ايوه انا احتاجها ولا لا. واحيانا سبحان الله من كثر ما تعمل سيرش تبطل تشتري، خلاص شبعت من انك انت قاعد تتفرج على هذا الشيء. ممتاز، كده انت وفرت على نفسك. كمان لما تكون في المكان حق الشراء، خلاص المنتج قدامك، اللي بيبيع لك وحياخد السعر او المبلغ موجود قدامك، انت موجود في المحل حتشتري على طول، ما عندك فرصه انك انت تفكر. ودائما حيحط المنتجات بطريقه تغريك انك انت تشتري بشكل مباشر، هذا شيء مو غلط يعني لما بيعملوه في الواقع. فخليك على الانترنت، يعني شكل ما بين الاثنين ما في مشكله، خليك في الانترنت بس تتعلم انك تقرا التفاصيل. كلمه اللي دائما اقولها اقرا التفاصيل، اقرا التفاصيل، اقرا التفاصيل. بس انا يعني ما اتفق معاك في كلمه انه ممكن تشوف وما تشتري في النهايه وكذا وفرت. أيوة. لانه انا واحد من الناس ان لما اشوف شيء ممكن ما احتاجه اشتري، يعني استسهل دفع الفلوس عن طريق الانترنت اكثر من انا اكون في المحل. اتفق معك، بس احيانا مثلا تكون انت بتشوف هذا الشيء بس كثر ما انت بتشوف تقييمات عنه او فيديوهات عنه، لا خلاص انا فعليا ما احتاجه، ايش هذا اللي انا ابغى اشتري؟ اللي بيكلمك هو اكثر واحد بيشتري اشياء من النت ما لها اي داعي، مجرد اني ابغى اجربها، ابغى اشوفها قدامي، جربتها طيب مره ممتاز، انا احطها على جنب. ممكن تخصصي اكثر في الشراء الاشياء اللي مجرد ابغى اعرف كيف الفكره حقتها، خصوصا اذا كانت ما هي موجوده في مثلا في عالمنا العربي او في محيطنا اللي هي مثلا لها علاقه مثلا بشرق اسيا، عندهم استخدامات لاشياء انت ما تعرف في حياتك انه هو لازم يعني انه في ده الشيء اصلا، ما كنت تعرف انه ممكن تسهل المهمه بالطريقه دي. يعني اعطيك مثال مثلا على اخر حاجه شفتها قريب امس، موضوع قياس الحراره. مجرد عملوا جهاز جدا صغير تشبك في الجوال whatever ايش كان جوالك، يقيس الحراره وشكرا تحطه في جيبك. فعليا انا ما احتاجه بس جبته عشان اجرب، عشان اشوف هو كيف شغال. في متعه ثانيه كمان غير الشراء، انك انت تتعلم المنتجات دي ليش اتعملت. متعه مدرسه مش بس متعه. جميل، يعطيك الف عافيه نزيه، نورتنا اليوم وشرفتنا. الله يديك، نشوفك ان شاء الله في فقرات قادمه باذن واحد. يعطيك العافيه، الله يسلمك.